انت وش تشوف من اللاعب السعودي اللي يستحق الاحتراف خارجيا بدون اي مقاطعه من احد؟ تفضل. انا وجهه نظري حاليا لا ارى اللي يعني في كلهم ان شاء الله نجوم ولا هو تنقيص من احد، لكن سعود عبد الحميد هو اللاعب المؤهل عمرا وعطاء وعنده جديد وعنده كل مباراة افضل، فاتمنى من الموسم الجاي انه يمنح فرصه. طيب ابو اميره وابو علي اعطونا رايكم في كلام ماجد التواجري، تفضل ابو اميره. هو شوف طبعا سالم الدوسري كلاعب الان طبعا وخاصه بعد هدفه في الارجنتين في كاس العالم، كان مدربين العالم كلهم يتكلموا عنه بالتاكيد كمستوى كلاعب الان له بصمه في العالم كله، احسن لاعب في اسيا، هذه كلها معطيات تخلي ماجد يقول هذا الكلام. ايضا في الجانب الاخر الاستاذ احمد المصبيح بيتكلم على السن، شوف في اوروبا فعلا ينظروا للسن دائما، خاصه اللاعب طبعا تجربته البسيطه في فيرال ما تعتبر محسوبه، يفكروا في اللاعب يقول لك هذا اول مره يخرج برا بلده وفي بلد لم يشتهر عنا انه في لاعبين احترفوا برا، فيفكروا في السن كثيرا بالتاكيد. وبالتالي عشان اجمع بين الاثنين يحتاج الى مدرب يعشق سالم الدوسري في فريق اوروبي يكون عاشقه عاشقه وجيبه يعني جيبوه هنا ممكن يروح، لكن غير كذا طبعا السن اتفق هم ينظروا للسن كثيرا، ترى يدوروا على اللاعب الصغير في السن. حتى سعود عبد الحميد فعلا يستاهل، وحتى في كاس العالم سمعنا عن بعض المفاوضات ما ادري كان صحيحه ولا لا، ما شاء الله عليه دفاعا وهجوما وسنا يستاهل. الافضل من ذاك اخر شيء اقوله في النقطه هذه اننا نطلع اللاعبين الاصغر سنا ايضا يبداوا في انديه عاديه زي بدايه اللاعبين الكبار، يعني محمد صلاح بدا في بازل السويسري، ميدو بدا في جنت البلجيكي، يعني انديه ما تسمع عنها تمام، وبالتالي يصلوا الى بعد كذا سنتين ثلاثه يبداوا يكبروا، طبعا صغار في السن 18 17 19. فاعتقد انه اتمنى يكون هذا التوجه، يعني ماجد دخل في نقطه جدا مهمه، هذا ناقصنا في السعوديه، نحن نبغى لاعب كذا يجي الفيفا ديز، جاء لاعبنا من مانشستر، جاء لاعبنا من برشلونه، جاء لاعبنا من كذا، يعني شيء جميل صراحه. يمكن اتكلم في هذا كثيرا يا وجود، يمكن وبس عام 2010 يعني في خطه اتذكر وضعتها مع الامير نواف بن فيصل الله يذكره بالخير لما كان رئيس لجنه تطوير كره القدم، كنت احد اعضائها وعملت خطه وقت ذيك الفتره، واتمنى فعلا يشتغلوا عليها الان لانه فعلا بحاجه الى ذلك. الناس تتكلم انه كثره اللاعبين الاجانب في الدوري السعودي، وناس يقول لك طب في الدوري الاسباني نفس الشيء، في الدوري كذا، هناك عندهم اللعيبه الاسبان بيلعبوا في دول اخرى، فعشان يلعب اللاعب السعودي في اماكن اخرى هنا تكتمل المنظومه على التوازي، كثره اللاعبين الاجانب في السعوديه يوازيها لاعبين سعوديين محترفين في الخارج، حتجد المنتخب مولع ان شاء الله. كابتن وليد. انا اتفق تماما باللي ذكرك ابو اميره من ناحيه سالم الدوسري، بالاضافه لسعود عبد الحميد عبد الرحمن الغريب. يعني عبد الرحمن الغريب قاعد يقدم هذا المستوى من افضل المواسم اللي قاعد يقدمها الصراحه، سواء كان بديل او كان لاعب اساسي، كلاعب مهاري، الصناعه في الاسيست وتسجيل الاهداف والتفاهم الكبير بينه وبين ساديو ماني ومع كريستيانو رونالدو بروزوفيتش اوتافيو، يلعب مع نجوم كبار ولا بصمه مع نادي النصر. وسعود عبد الحميد من افضل الاظهره في اسيا في المجهود البدني الدفاعي والهجومي، كذلك يعني يمكن مباراه الاخيره سجل هدف بغض النظر عن سواء اذا سجل هدف ولا لا، ولكن عرضيات متقنه دائما لاعب الظهير تحتاجه انه يعمل كروسات لاعبي المهاجمين، كروسات جدا دقيقه، يعرف متى يضغط على اللاعب. مباراه النصر ساديو ماني اختفى تماما بتالق سعود عبد الحميد، يعني قاعد يلعب مع نجوم كبار كانت لهم بصمه مع انديتهم الكبيره في الدوريات الاوروبيه. فسعود عبد الحميد رقم واحد في احتراف الخارجيين. سالم الدوسري انا اعتقد يعني بغض النظر عن سنعم اوروبا يفكرون للمستقبل، ولكن سالم الدوسري على الامكان اللي عنده يلعب في اي فريق صراحه، الان يلعب مع متروفيتش، يلعب مع نيفز، يلعب مع سافيتش، وهو كابتن الفريق امام هؤلاء النجوم اللي النجوم كانوا مع انديتهم الكبيره في الدوريات الكبيره، دائما سالم متالق. بعد يعني صراحه هذا الموسم كان مغاير سواء في تداخله مع اللعب، في صناعه الاهداف، في تسجيل الاهداف الخرافيه صراحه، سالم الدوسري لا في اي مكان.